السلام عليكم. في وصفة من وصفات أم وليد إن شاء الله، وش راح ندير لكم؟ كيكة 9 ملاعق، يعني هذا هو اسمها، كيكة 9 ملاعق. وش راح نحتاج في هذه الوصفة؟ هذه الوصفة كلها نحسبه بالملعقة. راح نحتاج 4 بيضات كاملين، 9 مغارف كبار تاع السكر، 9 مغارف كبار تاع الحليب، 9 مغارف كبار تاع الزيت، لكن الفارينة راح نديرو 14 ملعقة تاع فارينة، 2 كيس تاع خميرة الحلوة يعني 20 غرام، ومغرف صغيرة تاع لافاني. نعاود لكم المقادير: 4 بيضات كاملين، 9 مغارف كبار تاع السكر، 9 مغارف كبار تاع الحليب، 9 مغارف كبار تاع الزيت، 14 ملعقة كبيرة تاع الفارينة، 2 كيس تاع خميرة الحلوة، مغرف صغيرة تاع لافاني. نبدأ بالطريقة مباشرة. نبدأ بالبيض، بسم الله. إذا ندير 4 بيضات، إذا ندير لهم هذوك 9 مغارف كبار تاع السكر، وندير المغرفة صغيرة تاع لافاني، ونخلطهم مليح بالفوي. كما تقدري تستعملي ان باتور. اذا هنا نزيد لها 9 مغارف كبار تاع الحليب، و9 مغارف كبار تاع الزيت. نزيد عليهم الآن 14 ملعقة كبيرة تاع الفارينة. بسم الله، نفتح الفارينة تاعي وندير 14 مغرف. إذا 1 2 3 4، حسبوا معايا، 5 6 7، شوفوا شو معمرة، 8 9 10 11، يعني 12، إذا 13، وهذه 14 مغرف كبيرة تاع فارينة. ندير معاهم 2 كيس تاع خميرة تاع الحلوة، ونخلط حتى ينسجموا المقادير مع بعض. يعني هذه كيكة سهلة مع الحشيات، وجديها بالخف، ما تشدلكش الوقت. حنا نحبوا يعني الوصفات السهلين، إذا نخلطوا مليح. غير ولي خليط ليس حبسي، يعني باش تجيك الموسكوتو تاعك خفيف. إذا ها هو الموسكوتو تاعي واجد. إذا هنا عندي أم ولي يدخل للفوغ، ها هو أمامنا. غبرتو، يعني درتلو الزيت، غبرتو بالفارينة، ودرتلو بابي من تحت هكذا باش نضمن أنو الموسكوتو تاعي ما يلصقليش. ونفرغ الخليط تاع الكيك تاعنا في الوسط. هنا الا حبيتيه طالع بزاف تقدري تصغري الكبر تاع المول تاعك، يعني هذا المول فيه حوالي 28 سنتيم. الفوق تاعي راني شعلته قبل ما نبدا نخدم الموسكوتو تاعي على 180 درجه. اذا نمشيها مليح. يعني شوفوا الطريقه فقط باش يجيكم، يعني ندوروه شويه على اليمنى شويه على اليسرى. اذا ندخلوا الفوق على 180 درجه، دخلي الموس يخرج لك ناشف، نحوه.
كيكة 9 ملاعق معنا ها هي واجدة، زينتها بشوكولا للطلي شوية تاع لي سيريز ونقدمها لكم ان شاء الله تعجبكم. جربوها تجي بزاف خفيفة وتجي هشيشة، يعني شوفوا ربع حبيت بيض درت لنا يعني موسكوتشو ما شاء الله روعة. وإلى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.